سلام، شو الموند؟ شو الموند كيعرف هاد برودوي مشهور بزاف؟ المشكل ان الناس ما كيقدروش يقتنيو حيت الثمن ديالو بعض الشيء مرتفع. تقريبا هنا عندي كي 227 درهم، يعني اكثر من 220 درهم، ميم افيك لا روميز كيبقى غالي. ميم لا خديته من لي بارافارماسي ومن لي سيت انترنيت كيبقى تقريبا الثمن ديالو 200 درهم. اليوم جبت لكم البديل ديال بيرفكتيل. اوكي، بيرفكتيل هو منتوج واعر وعنده نتائج مذهله، ومام بعض الناس خداوه وربحوا الوزن. التفسير العلمي علاش ربحوا الوزن حيت عندهم نقص في هاد الفيتامينات، عندهم نقص في فيتامين دي، عندهم نقص في فيتامين بي، عندهم نقص في المغنيسيوم، نقص في الحديد. دونك ملي خداو هذا على ود الاظافر، على ود صحه الاظافر وعلى ود نمو الشعر وعلى ود نظارات البشره وعلى ود التجاعيد، لقاو راسهم انهم صحوا المشاكل ديال الشعر والبشره والاظافر، وفي نفس الوقت ربحوا الوزن. اوكي، اليوم المفاد من هذا الفيديو هو نوريكم البديل ديال بيرفكتيل. اوكي، يجدر بالذكر ان بيرفكتيل صناعه بريطانيه ومزيج من عده فيتامينات، من بيناتهم فيتامين دي اللي هو مهم للصحة ومهم للمزاج ومهم للقدرة ومهم للستريس، مهم للقلق والتوتر. اوكي، البديل هو تو سامبلومون هاد لو برودوي اللي ديما كنبريزونتيه هو اديتيفا، صناعة المانية. دونك اليوم صناعة بريطانية ضد صناعة المانية، دونك هذا اقل ثمن خصكم تزيدوا مع حاجة وحدة هي فيتامين دي. دونك هذا وتاخذوا فيتامين دي معاه جرعة ولا جرعتين، تخليو بيناتهم اسبوع ولا 10 ايام، وتقريبا بون ما نقولش ايولي هو، ولكن تقريبا يعطيكم نفس الافه ديال بيرفكتيل. ومام الناس اللي عندهم مشكل في الوزن عادي يربحوا الوزن، ومام الناس اللي عندهم مشكل ديال السمنه عادي يحسوا بان السمنه كترجع. دونك اللي عنده نحافه عادي يحس براسو كيربح الوزن، واللي عنده السمنه يحس براسو ولا كيشبع، يعني ولا كيهضم مزيان وكيستافد من الاغذيه مزيان، وهكذا عادي يوليو الوجبات اقل وعادي يخسر الوزن. فوالا، دونك نحاولوا نشوفوا التركيبه ديالو. اوكي، بعجاله. دونك فوالا، دونك هادو كاروتينويد، هادو تلقاوهم مواد كنلقاوها، هادو مضادات الاكسده كنلقاوها في الجزر، وكذلك كنلقاوها مثلا في البطاطا حلوه، وكنلقاوها في بزاف الانواع ديال الخضر. دونك هادو مضادات الاكسده. مضادات الاكسده اش تقدروا، هاد مضادات الاكسده الدور ديالهم حمايه الخلايا من الموت، من الاكسده. تقدروا تلقاهم في السبانخ، تقدروا تلقاهم في اللوبيا الخضراء، جميع الخضر اللي اللون ديالها اخضر راه غنيه بمضادات الاكسده. في الشاي ايضا، الشاي الاخضر غني بمضادات الاكسده، تسمى لي بوليفينول. اوكي، ميم الشاي الاسود. دونك هاد لي كاروتينويد مثلا في البطاطس الحلوه، راه هذاك المذاق ديال الحلاوه اللي في البطاطس الحلوه يرجع او يعزى الى هذه الماده اللي سميتها الكاروتينويد. اوكي، يجدر بالذكر ان البطاطا الحلوه يقدروا الناس ديال داء السكري يستهلكوها بدون تخوف، يعني يستهلكوها ما كاين حتى شي مشكل فيها. اوكي، فيتامين دي، قلنا ان فيتامين دي عنده علاقه بالمزاج، عنده علاقه بالعظام، ومام عنده علاقة بالاستشفاء من الالتهابات، يعني القدرة على التشافي من الالتهابات ومن الأمراض المزمنة. فيتامين دي الآن تتخذ كوم أونتي انفلاماتوار، يعني مضاد للالتهاب إذا كانت الجرعة طالعة. مثلا هنا راه 200,000 وحدة دولية، راه جرعة عالية جدا. أوكي، وكيف قلت هاد لي دو برودوي، دونك الفرق بين هذا وهذا، هنا ما كاينش فيتامين دي، دوكو لازم تاخذوا لا فيتامين دي أباغ. أوكي، فيتامين او من اجل صحه البشره، عقلو مزيان. دونك بوغ لا بو، من اجل التجاعيد يقلالو والجلد ما يبقاوش فيه الترهلات، ومن اجل شد البشره نقدروا ناخذوا فيتامين او بوحده. يعني الا مشيتو لا فارماسي ولا البارا فارماسي خذوا فيتامين او بوحده، ولكن ما تاخذوش لا فيتامين او اللي كنديروها مباشره على الجلد، تاخذوا فيتامين او اللي كتمشي في الدم. اوكي، اكثر فعاليه من الفيتامين او اللي كتحط على البشره. فيتامين سي لا ميم شوز، دونك فيتامين سي من اجل الحيويه والحركه والنشاط، بزاف التفاعلات الكيميائيه في الجسم. لا فامي بي مهمه جدا من اجل المزاج ومن اجل نشاط الدماغ، وبزاف التفاعلات في الجسم لازم يكونوا لا فامي بي، منهم لاسيد فوليك مهم للمراه اللي مقبله على الحمل، لاسيد فوليك. ولا فامي بي من اجل
صحة الدماغ. هذا الناس اللي عندهم توتر ضروري ياخذوا هاد التركيبة ديال لا فيتامين بي. اوكي يقدروا ياخذوها بوحدها اوكي ولا ياخذوا الملتي فيتامين. هنا راه كاينه لا فامي بي اوكي. دونك سوا ياخذوا العائلة ديال فامي بي، بي 1 بي 2 بي 6 لاسيد فوليك بي 12 اوكي، ولا ياخذوها بوحدها. نعطيكم واحد المعلومة قيمة، ان الحديد باش يوصل المستقبل ديالو خاص يكون لا فيتامين بي 12. بزاف الناس عندهم مشكل في فقر الدم فقط حيت عندهم مستوى منخفض ديال فيتامين بي 12 اوكي. دونك نعاود، فيتامين بي 12 ترتبط بالحديد باش الحديد يوصل للمستقبل ديالو ولا الباب ديالو اوكي. الناس اللي عندهم نقص فيتامين بي 12 تيكون غالبا عندهم نقص في الحديد. من بين الامور، من بين العادات السيئه في المجتمع العالمي اللي كيخفضوا مستوى فيتامين بي 12 هو معجون الاسنان. ماذا يقول؟ معجون الاسنان كيخفض مستوى بي 12 اوكي. بي 12 نورمالمون كيكون في الفم، والترانسبورتور ديالو كيكون في الفم اللي غادي يوصل بي 12، ومعجون الاسنان كيخلي بي 12 ما يوصلش للمستقبل ديالو. دونك معجون الاسنان راه كيخفض مستوى بي 12. دونك حاولوا تستعملوا معجون اسنان طبيعي، و نكونوا حذرين من معجون الاسنان اللي كيكون تجاري وصناعي. من الافضل يكون معجون الاسنان يباع في الصيدليات اوكي. دونك بيوتين لو فيغ الحديد مهم جدا لصحه الاظافر. كاع الناس اللي عندهم مشاكل في الاظافر لازم ياخذوا جرعه زائده ديال الحديد اوكي، وكذلك الزنك. دونك الحديد والزنك من اجل صحه الاظافر ونضاره الاظافر. اليود مهم للغده الدرقيه من اجل صناعه الهرمونات ديال الغده الدرقيه. على اي حال راه اليود راه تضيفوه في الملح، دونك هذه مبادره وطنيه. دونك الملح اللي كنقتنيوه من السوق راه مضاف ليه اليود. مانغانيز، الكويفر، السيليكون، السيلينيوم، الكروم. دونك السيلينيوم مهم جدا، تاخذوا السيلينيوم. اكستري دو بيبان دو ريزان، هذا هو العظم ديال العنب. شنو هو الدور ديال العظم ديال العنب؟ هو تحفيز الدوره الدمويه على مستوى الجلد اوكي. تقدروا تاخذوا العنب وتاكلوه بالعظم ديالو، سينو الا خديتو الكومبليمون سيكون افضل. علاش؟ حيت هنا التركيز ديال هاد المواد كيكون مرتفع، بعكس المواد الغذائيه كتعطينا تركيز منخفض. المثال اللي كنعطي ديما هو الخضر اللي في الكسكس، هي خضر صحيه ولكن الكميه ديال الخضر اللي في الكسكس ما كتعطيناش الفيتامينات اللازمه. يعني كاينين الناس كياكلوا الخضر مره في الاسبوع، يعني هذيك الحصه اللي كتجيك في الخضر في الكسكس راه حصه قليله باش توفر لك الفيتامينات اللازمه. فوالا، دونك البديل خذوا اديتيفا فيتال، وبيان سور خذوا معاه فيتامين دي. دونك البديل على بيرفكتيل بوسكو لو بري غالي، هذا راه تلقاوه في لي باغا ولا تلقاوه سوغ انترنيت ب 85 درهم بلا غوميز. الا خديتوه من لا فارماسي تاخذوه ب 93، الا خديتوه من لي باغا ولا اونلاين راه تاخذوه بقل تقريبا 85 درهم. فوالا، الي بون كوراج. بون هنا في لا فوتو شنو كنشوفوا؟ هذا راه غير على مستوى الجلد، كنشوفوا البوال اوكي. وهذوك الامور اللي هضرنا عليهم، الزنك، الحديد، المغنيسيوم، السيلينيوم، راه تيجيو في الدم، كيجيو في الشعيرات الدمويه باش يتصنع لينا هاد لو بوال اللي هو تنسميوه حنا الشعر. فوالا، الي بون كوراج.